ادخل تغدى سير بعيد على البوش نوض عليك قالت لي اجي بقى معايا ونسلي ما بغيتش نسخن الله عيط عليا صاحبي وين سهريا خصك اصاحبي تجلس معايا راه كتنسى راسك الله عيط ليا وين سهريا ويا راه ماشي شي حاجه واش الاخوان السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد الاخوان يا سلام الوليد صباح الله عليك كيف حالك بخير صباح الخير الله يبارك فيك الوليد فايق ناشط على رائحه البحر الخوت كما كتشوفوا كما عارفين هاد البلاصه هذه ديجا صورنا فيها بزاف ديال الفيديوهات وبرجاء الاخوان ديال با عادي صباح الله با عادي لونا سيرف هاوس خوت واحد البرج واحد النعسه يا سلام هضري فيكم والله العظيم والله الا بصح واش هو فرص ولكن اليوم شنو كاين شنو كاين راه كاين بدايه التراجي هو في الحقيقه صغير ولكن حتى هو زوين وصعيب شي شويه اياه من هنا ل 2000 بعدا من هنا لفين خصنا هو الاول نعرفوا شكون اللي غادي يمشي في هذا التراجي هذا شكون بطبيعة الحال معاذ اللي در تبارك الله عليك هذا هو الاب الروحي ديالنا مرحبا الله يا ودي سي حسام وهذا هو الاخ الروحي هذا ستون ديال التريب انت كيتزوق على تيف تطلع يقول لك عطينا مليون افتانا بلا واحده اخرى الخوت كان كيشد لوطو ستوب با حفيظ دابا راه البيكالو نكمل لوطو ستوب اش من هو تها شريتيها بديت تبيعها دابا راه شرا بيكالا حتى هو راه دخل معنا في التيم ديال البيكالات ما كاين لا الوانطا الوانطا شوفوا هذه اللعيبات ديال الجو برو تقدر تشوفوا الفيديو ومشى تلبى راه والله العظيم الا خليه الله وصافي وشي على هذا الفطور هذا الجميل جمع راسك عندك عاوتاني تعطيهم مليون ولا الناس مليون ولات مليون ونص ولات ليدا هذا هو الزاد عاوتاني شوف 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 راه صاحبي خلينا هذا نسالي المقدمه ديالنا وديك الساعه تبان لك صاحبي ومعاذ كتاكل صاحبي واحد جمعوا لا هذا واحد راه كلنا بغينا الاناناس راه كون اناناس بقى تعزل ما تعزلش جاب المعلقه ديالها ايوا الاخوان بعدا ما قلناش لكم التراجي ديال هذا الخطره هذه شنو غادي يكون فيه غادي نبداو ان شاء الله من عند لوبيرج ديال عادل غادي نبداو من عنده في تمراغ وصولا ان شاء الله الى مدينه مدينة الرياح واش ما عرفتش صاحبي فيها هذه اش كنقول كياكل هذاك ومن الغور مشغول اش من هو من الغور مشغول بالله خلينا بدا غير ندقوا البلا فين الوليد فين مدينة الرياح لا صويرة مو كادو ما بقيناش غادي مدينة الرياح بدلنا الراي ديالنا غتزيدوا قدام غادي نزيدوا حتى جديدة حتى جديدة اي ان شاء الله غادي نجيبوا الفيكتوار خصنا نكملوا خريطة المغرب يعني خصنا نكملوها الله يحفظكم امين يا ربي ونتمنى ان شاء الله توصلوا بخير وحدة خير سالمين غانمين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي المهم الاخوان اللي بغيت نقول لكم هو اننا عاد وقع لي مشكله خالد وخالد بغيت نجرب هذا الكولا زعما واش شاده مزيان باش تصوب هذاك البرو إيه؟ جربتها تحلو اليدين شتي اما لا سقينا صاحبي خلى عليك بالله واش انت عندك شي عقل وراه كولا سبيسيال راه باينه صاحبي واش تشد لك يديك اش هادشي دابا صاحبي ما عندك 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 هذا تقطع لي اللحمه صاحبي بلاتي دير واش دير بقى دير ما دايرها هكا شوف ديرها في الماء السخون سير ديرها في الماء السخون بصح واحد ساعتين ساعتين الماء كاين ساعتين وديك في الماء هذه صافي دير ليها بحال هكا غتمشي صافي المهم دابا راه كدينا الباطاج ديالنا دابا هذه هي باش نسافروا بحال هكا تقريبا اييه الوليد دعي معنا الله يخليك دعي معنا شي دعوات يكون زوين الله يديكم على خير راه كاينه طابوكا طابوكا طونسيو وحده منها راه مشاو واحد جوج صحابي في طابوكا مشاو بالطومبيل تلاحو مساك الله يرحمهم ربي يرحمهم كنعرفهم انا مزيان الله يرحمهم وفعلا راه ديجا الطريق ديال الصويره الخضراء معروفه راه خطيره ولكن ان شاء الله الحمد لله غادي ندوزوها على خير ولكن شوف الا قربنا وصلنا طابوكا نصبر عليك باش تكثر من الدعاء اييه ان شاء الله كثر من الدعاء 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 ان شاء الله عندك تعطيهم مليون عاوتاني وما كاين لا مليون لا جوج والي كمل تريب مرحبا ما كملتيش ارجع ارجع هكاك رجع بحال سي محمد شي نصيحه سي محمد راه ديما البياسة دابا انا دابا البياسة تعرف فين تحط رجليك اصاحبي تمشى وتوزن سميتو ماشي عينيك في السماء وتمشى شوف اذا كان شي مسمار 20 كان شي سلك 20 كان شي شوك 20 كان شي كياس 20 كان اللي داك الشيء 20 داك الشيء صاحبي علاش غدير تمشى في السماء باش عينيك 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 الوليد الوليد الشوانطي ديالنا حنايا زعما يكونوا القيمه خصهم تمشاو ضروري خصكم تمشاو في النيلو النيلو وفينا هو النيلو بلاتي غنترشح الانتخابات وغندير لكم من النيلو في المغرب حفيظ ضيف جديد مرحبا بك السي حفيظ شوف كيفاش؟ عاد فطر يا حفيظ شوف هذا قدم الاستقاله هذه شي زيك هذا في الطريق عاد فطر اصاحبي شنو؟ واش الا واحد ديال الطريق هذا راه الما في راه هو في حقك لا نوفيلاسيون عاوتاني المسائل الدخيله ديال لوبيرج الخوت كيف ما كتشوفوا الدريات كيديروا السول بحال هكا قلت لي اه بعدا بعدا ما نعشش البارح حتى نعستهم كاملين عاد نعست اصاحبي وراه الدري وشوف وتيتيز اصاحبي بيطي خيطي بيطي هو كنهضر مع الالمانيه انجليش احنا دابا غادي نمشيو شحال تبقى في لوبيرج غادي نبقى واحد ثلاث ايام ثلاث ايام
ويا خالد شو ثلاث ايام واش بيدير الكليان ديالك يمشي وصاتي سبي شوف كاين الكار كاين الطوبيس كاين الطاكسي كاين الستاف شوف 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 تقول لي نمشي والله ما نمشي لك من هنا بالله ثلاث ايام وا صاحبي باش نشم الريحه ديال خالد من هنا ايه من هنا نتصل به دربيه السباس زعما نشم الريحه ديال خالد هو باغي يشوف هاد الدريات خالد وليد خلينا والله ما كاينش حاجه منه وليد قلت لك استري واش فضحك واش لا 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 شوف ما تشوفهمش كدريات شوفهم الكليان راه الكليان راه الكليان راه ما غاديش يبقاو يرجعوا له راه الكليان كندير لهم خاطرهم اصاحبي ولكن لا صاحبي تيتيس اصاحبي قالت لي اجي بقى معايا ونسني ما بغيتش نسخن الله عيط عليا صاحبي ونسهرها شك اصاحبي اسمع راه كتنسى راسك الله عيط ليا ونسهرها ويا راه ماشي شي حاجه راه ما كايناش شي حاجه من داك الشيء علاه غير الهضره وداك الشيء الحلاوه ديال النسان وداك الشيء والخوار والكجام والكجام وردات لي قيامات الشباب والله العظيم والله العظيم وصرت لي قيامات الشباب اي والله العظيم يا دردو شي حاجه ويا هو باش انت طيب العنب باش انت طيب العنب يا طيب اش طيب العنب هيوا ديالنا الواحد عاش قلنا البارحه نبدي ماريو 7 الصباح شحال الساعه دابا شحال الساعه 9 ونص ربي بصح لا حنا ديما داكشي شوف مغاربه مغاربه حنايا دابا الوالد ديالك شد القهوه شتها فابور غادي حلف بالله والله الا فابور بالله عادي من عايش في العاده جلد تضربو ما يندع هكاك ما عادي هذه عادي المنطاح ودي انا صاحبي كيف عليك والنهار زوين هذا والله واش هو ديالك هذا ديالي ديالي طول انا هو وتساش فيه الشيء طول الفلوس طول ديالي والله لا ديالي بالله طول ديالي هنا طول واش واش راه بحال تو بايت ليا ديالي وتساش فيه الشيء ديالي قلت لك عم قال والفلوس ديال صاحبي جي يا حشومة عليك حتى وليد راه هذا ليك براك صاحبي راه ديالو هذوك صاحبي راه محطوطين واش هو كيكرشهم والله الا هذا ليك براك صاحبي ولا 100 درهم ولا 100 درهم اش هذا الشيء هذا ابو عاد اش هذا شوف شي رويد بداو يشربوا هذا السمر اللهم بارك المسكين شوف هو شي رويد تبارك الله عليكم الدراري تا غازوت من جيدو مرحبا بلاس مرحبا بلاس قال الله يا ودي دراري شريو 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 مع راساتكم وركو دراري شوف اللهم بارك دراري درنا 7 الصباح شحال الساعه دابا كنهضر معاك اصاحبي ماشي هادي ودرنا 7 الصباح عندي ماريو دابا دابا قريب 11 دابا راه قريب 11 يلاه يلاه قال لك كله حدا لتحت الحراره 35 دوكري خليه الله غيبدا بدا كيضربني الشوم انا وليد الله يا فراسك وليد سلم على الوالده اخو السلام تهلا فراسك انت تهلا فيها شكرا الله يعاونك يلا الدراري تحركوا تحركوا شي شويه الله يحفظكم با عادل على مولانا اخويا نخليوك على خير غير قال لي بدا الله يستر اكيد الله يلا الله يلا يلا الدراري الوانتا الوانتا اردي بيضر الله يحفظك ليا وليد بارك الله فيك يلاه بسلامة الله يعاون الله يحفظك ليا بسم الله على بركة الله الإخوان فوقات يكونوا ناضين فوقات الإخوان يكونوا يا سلام حيت الطريق فعلا يا سلام الطائر غير يرجع فهاد الفلوقات إيه الطائر غادي يرجع إن شاء الله عز الطريق ديالنا الخوت دا غزوت حنا على هذا البلان هذا الخوت شافو معاذ وطاحت عليه واحد الفكره غادي تخدم صالح كندايا لا كاملين من الدرجه الاولى كاملين كندايا لا عرفتي علاش عرفتي المهم باش نشرحوا لهم الفكره الخوت هي انه كاين هنايا هذا البلان ديال كروس فيت الخوت غادي نحاولوا نديروا فيه شي مسابقه اللي سلاف اقل وقت اللي ربح لا اللي خسر شنو هيدا هو اللي غادي يخلص الغدا هو الخاسر شوف اللي خسر يهز لنا الباكطاج لا يا اخي يخلص الغدا صاحبي واش نضربيت فراسك بارك الله عليك اخويا الله يحفظك ليا يلا طلع من هنا طلع من هنا حنا دخلنا الخوت باش ما نضيعوش الانرجي تبعنا الطريق الطريق الخوت غنديروا غير هادي اييه ولكن بلاتي واحد القضيه بحال مثلا ما قدرتيش تطلع مع هاد الصوره هذا كتحسب ديك بوان ناقصه صافي فهمتي البلان كيداير غنطلعوا هكا غنقزل هادي غتمشي ديريكت لهاد السلومه هذا شتي اييه داك السلومه الخوت وغتعلقوا بحال القراده تما تعلق بحال القرد حتى لفان ديالو ديريكت للشبكه غادي نطلعوا حتى لفوق ونهبطوا عاوتاني وتهبط صافي ها انت وصلتي اللي دارها في اقل وقت راه بصحته اللي دارها في اكبر وقت غيخلص الغدا يلا بينوا لي الدراري شنو بدا الاول زيمون باجيا اللي من غير هو اللي هادي يلا سير هز حط
اجا جاي نديرو شكون الثاني. هز حط هز حط هز حط انت الثاني انا هو الاخر. يلا سير. راه ما كاينش تكبوني انا ندير. لا سير شوف دابا شاتك انت زرك. السلام عليكم. يلا شد الكرونو نتايا. ديجا نتوما الاخوان غادي يبان عندكم الكرونو في الشاشه هنايا باش تبعوا شكون اللي خسر شكون اللي متسابق. المتسابق الاول هو حسام الرانكو. يلا سير على واحد جوج ثلاثه طوب باختيكس. اه حسام سير سير حسام هذه فاليدي فاليدي جباد حسام مشينا فيها نخلصوا الغداء. سير 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 حسام. لا 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 ولا حسام حسام الريشة قلب دنيا. يا سلام حسام الرانجو سير حسام كمل حسام اللي جيت شتا سير حسام سير حسام ردي ترضى حسام ورسد في دنيا ردي في الدرك حسام. يلا سبورتيف ديالنا حسام سير حسام سربي 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 تحت 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 43 ثانية خد باش دارها دابا غادي نشوفوا الأخ معاد ساعة أوربعين ليستواغ دولان ويكس دولان ويكس موجود ولا لا موجود. يلا طوب حيد عليا تما سي سي شو شو نو فاليدي نو فاليدي رجع رجعت فاليدي رجعت فاليديا رجعت فاليديا رجعت فاليديا اليوم الغدا على حسابك زيد زرب عليها زرب عليها زرب عليها شو الحمار. يلا صاحبي حسام والله إلا بصحتك أخويا حسام. يلا زيد 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 يلا دبا سير واجري جباد هذه اللي كتسالي سير 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 ضرب جوج سير 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 تحتي نون فاليدي تحتي نون فاليدي سير شو بقات لك وحده. يلا يلا علي مو عاد علي علي مو عاد علي علي الدبا علي يمكلامو عاد سير شحال وصل شحال وصل دابا ساعة وربع سير بها صاحبي يلا الدبا يلا يلا الدبا سربي راه يشوفنا السكوريتي. يلا مو عاد يلا مو عاد سربي سربي مو عاد اه هذا الشكل تلصق شحال درت ساعتين طوب تشوفوا الرجال علاش قادين تشوفوا الرجال الاخوت يلا اخوا بلادي 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 واحد جوج راكتيكس اي اي يلا زرب عليها صاحبي نفديه نفديه زرب زرب واش جايين على بوك عاود تمشي تمشي سير سير ادخل في الغداء سير بعيد على البوك نو فاليدي نو فاليديكس سير سير اخري وسير سير اخري نو فاليدي طلع هادي خصك تفاليدا سير اخري جباد يا صبري ما غاديش نخلص الغداء سي سي زريت هاد الظلامات تهروت الخنشتو وكرم سير خالد تارارارا سير ما بقالو ما بقالو خالد سير سير علي الدارة اي فعلا لفت السبيطار صبيرة سير خليل سير 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 خليل نو فاليديكس سير خليل فيديو انتو سير ضرب سير خليل شباب سير نسلاب شوية نسلاب شوية عليك سير الخنشت باركة أباد شحال دار؟ ساعتين وربعين حبس الوقت
ما دوزتيش هادو هذه خلصتي يمكن هاكي وهاكي يا لالا باقي واحد خونا حفيظ 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 كما شفتوا هذه المسابقة الشيقة صافي خالد دابا غيخلص الغداء يلا بيس اجي الخوت شفنا واحد السيد جبناه معنا ما بيدير لا تحديات ما بي ريسكي ما والو والله العظيم اخويا ما فهمتش وحفيظ اجواز جرب حدك ما تعرفش تفهم كاملي وحفيظ ايه ايه هاوي ايه والله هو دي التحدي اش من تحدي هذا صاحبي زيد يلا هو راه غيري تلاف الواد تلاف الواد واه زيد الله هو واه زيد واك صاحبي هادو هما الاخوان تشوفوا حفيظ غير تحدي على المباشر شوف حفيظ ضروري ما خصك ديرها او ضروري كلمه دقيقه ونص السلام عليكم خلص الغدا راه دير اكثر من دقيقه ونص راه تخلص الغدا شي سير الغدا واش هو هذا مريض صاحبي يلا سير يلا واحد جوج ثلاثه طوب باختيكس سير حفيظ كاين حفيظ اوه عاود 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 صاحبي عاود صاحبي سير حفيظ علي حفيظ علي حفيظ الغدا حفيظ سير حفيظ سير حفيظ سير حفيظ سير الغدا حفيظ الغدا تخلصوا حفيظ سير علي حفيظ سير حفيظ سير سير حفيظ 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 سير سير ممكن يا اخو سير سمع واحد البلطه يقول اسمع سير يا 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 صح الغدا تخلص الغدا الغدا واش انا ديما هو الضحيه ياك اخوان انا نخلص الغدا هادي جا نخلص في الغدا واحد البطا ديال الطون وواحد المناضه هانيه صافي البطا ديال الطون المهم يتغداو الطريق ديال الاموات دار تلاقينا مع الاخ اشتو تلاقى مع حسام الخوت ووقفوا انت بالطاطا ياك ني اقليم طاطا وكنتي في الصحراء وتشد عند البوليزاريو الاسرى ديال الحرب ديال البوليزاريو مع الحرب بين الحرب حرب الصحراء المغربيه مع البوليزاريو صاحبي عصابه البوليزاريو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بزاف ديال الاعلام ووسائل الاعلام زدت فيها وهاد الاخوان الشباب جينا لقيناهم في الطريق وبينا نحيوهم وبينا نشجعوهم شرف لينا والله وكنتمنوا المغاربه يشجعوا بحال هاد الناس هادو ما يتخلوش عليهم الناس وانا من ضمن كسائر الناس جيت لقيت بهم وفرحت بهم وبغيت نريح معاهم وانطلاقا من الحرب انا شاركت في الحرب ضد الناس المرتزقه دوك الخوانا ودوك الناس اللي كوناتهم الحرب البارده اللي كوناتهم الجزائر وكونوا من الليبيين وتونوا من الماليين وتونوا من الموريتانيين وتكونوا من الجزائريين ودابا كيتحولوا لان الاكثريه ديال البوليزاريو دابا عندهم وثائق جزائريه تقريبا 80% ديال البوليزاريو او 90% كلهم عندهم ناسيوناليتي جزائريه وحتى تقريبا طلقت السياسه منين بغى يترشح تيبون جاوا التيندوف ومن تيندوف دار الاصوات لان الاكثريه ديال البوليزاريو عندهم البطاقه الجزائريه انا تشديت من اجل الوحده الترابيه من اجل الصحراء المغربيه وتضحيه من اجل المغرب والمغاربه وبزاف ديال الكروساج توقعت فيهم وهذا الكروساج هذا كانت واحد الكمين كان غير 13 واحد البوليزاريو هجموا علينا مع جوه الجوج ديال الليل وبقينا كنضربوا وكنضربوا حتى وقف السلاح ديالنا وباختصار شدوني البوليزاريو انطلاقا من اللي داروا لنا في التعذيب كاين اللي علقوا حتى مات كاين اللي داروا حتى البرمي تخرج الروح ديالو وكيبغيو يديروا لي غسل الدماغ وسولوني قالوا لي شوف كاع الله شي يقول علمها لي
ذلك إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزتها أهلها ذلك يفعلون. قلت لي مودي هذه الآية راه ماشي الله اللي قالها وهذا الشيء ماشي بغيت نقول باش نستقطب العاطفة أنا ديال الملك ولا شي حاجة، راه قلت هذيك الماء غير باش نقول بأن راه حنا التضحية ديالنا على المغرب وعلى الملك راه تضحية خارج الواقع، وبأن وجه هذيك اللي مودي هذيك الآية راه ماشي الله اللي قالها، راه غير طروات لينا في القرآن وغادي نشرحها لكم. إلا بغيت نشرحها لكم تجربت النفسية ديالهم قلت لهم أنا ما نكونش مغربي وأنتم ما نكونوش بوليزاريو، قلت لهم أنا من مالي وأنتم من اليمن ونتناقشوا على مشكل الصحراء باش نوضح لهم باش نخليهم الميساج غير بطريقة زوينة. وفي آخر المطاف أنا راني فريت من سجون البوليزاريو ودرت التخطيط ديالي وخططت وسبع أيام وأنا كنت قبل الحبس وتقبلنا الحبس وجينا بالتويوتا وخرجنا بالنواحي ديال الطاطا، لكن للأسف لما ضحيتي ومشى عز الشباب وهذا منين جيتي للبلاد والوطن وأنت ضحيتي مع الوطن ديالك ولو بقعة أرضية ملك. أنا دابا كاري في وسط أوريم 28000 ريال ما عندي بقعة أرضية ما عندي دار ملك، كاين شي شويه البحر كنتنفس وكنفوري على هذيك باش نحس باش نسيل الالم ديال الاصل. كنتمنى اي جهه بحال هاد الشباب ما يخليهمش يضيعوا الصحه ديالهم هباء منظورا، يكون تشجيع التحفيز والتقنين. اي مدينه يدخلوها يكون الاستقبال، اي مدينه يلقاوها يلقاو التلويح يلقاو النشاط باش هادو يعطيو. حنا ماشي مشكل، حنا عندنا الناس ديالنا اللي كيتفرجوا فينا وشكرا بزاف على الوقت ديالك. بارك الله فيك. انا باش نتلاقى مع واحد الشباب الحمد لله يافيه. بارك الله فيك. والله يعاونكم. بان لي واحد ذاك المسكين كيلهف عطوه الماء. فين هو؟ فيه الموت. اه بان لي مسكين راه قلت له شي يموت. طريق الصويره كلها دايره بحال هكا، كيخرجوا الكلاب على غفله وكيخرجوا المشاش فهمتي، فالانسان يتوخى الحذر. درت بحال هكا بان لي تيدير فهمتي؟ عرفتو فين؟ لا لا عرفتك كلب. فاش قشعتي هذا الكلب هذا والله الا عرفتك كلب والله. ما كاينش ليه شي حل. صعيب ما عندوش شي حل الخوت حيت ديجا هرس من الحوض ديالو. ما عندك ما دير ليه واش دير للسبيطار؟ بنادم هو مشاش للسبيطار خليه عليك الكلب. واحد الحديثه الخوت كيقول بانه اللي تلاقى مع شي كلب بحال هكا الله يحفظك ليا كتلاقى بانه راه ما كاينش ليه الحل، قال لك خليه ربي يقدر يدير ليه الحل، يقدر يقتلو ويقدر يعني ما حافظش الخوت الحديث بالضبط، وانما عطيتكم المعنى الخوت. فتوخا والحضره الخوت بزاف فالطفل والله الا كاينين خالد كيبان ليه الكلب يلاه كيزيد بيصوص. فعلا فعلا راك على مباشر. شي تحيه شي تحيه ولادي رحال ولادي رحال تبارك الله عليكم. اقواد مسلحه الملكيه تبارك الله عليك سير على الله. المهم الاخوان كنا غاديين تلاقينا هاد البلاكه الخوت ديجا راه دوك جوج دراري هما حتى هما دايرين تريب 96 هذه اللي غادي نديرو ان شاء الله. ومعاد اش كتقول؟ والله العظيم بالله اويا 96 ما كاينش 96 قتيله كهوف راس صغير على بعد 40 كيلو حنا الفروسي ما كنقراوهاش. الخوت لقينا دوك الناس اللي ساكنين في اوغا اوغا هما كهوف اوغا. بارك الله عليك سي اوغا كيف الحال الامور هانيه؟ بارك الله فيك. منين جايين اخويا منين؟ جايين من قاصح كندورو حدنا حد الكركالات اللي بغاها لي يسر فيها الله. الكركالات وحنا حتى حنا غاديين ليها ولكن بالبيكالات اي واش كتفرج بعدا في داكشي اللي كنديرو ولا لا؟ كنتفرج حتى كتفرج داكشي اللي كنديرو اخويا. لا شفتهم انا في يلا شو سميت لاشين ديالهم؟ الكركالات. لا عطينا لاشين ديالك باش نتفرجوا فيك اخويا. عمر الزريدي مرحبا مرحبا بارك الله فيك. عمر الزريدي مرحبا بارك الله فيك. مرحبا بكم في لاشين. هذه اللي كباو اش سميتها؟ ها درنا بوب وبومباري بجوج بوب مارلي وبوب مارلي بوب مارلي تبارك الله عليك اللهم يسر. كيقول هنا مسكون ياك بجنينه نجيو بالليل سكت اودي ما يلا يا سلام حتى الريحه هنا واعره الخوت الريحه ديال يلا غنم ريحة المازيرة صاحبي المازيرة صاحبي حمواد بيني وبينك اخويا شبعنا راحة اقسم بالله الا الخوت عرفتي راه الهامر ديالك انت بعدا كاينه شوف دابا بردوا لينا الركابي بيكالات ما بقيناش قادرين عليهم لقينا البديل لقينا البديل حسام راه مشاو هو حافظ واقيلا شدوا في شي ريبورتور يسد. السلام عليكم شنو هو الحل؟ هاد جوج حميره الخوت اجي نجربوا هذا هو الاول ماكس ريكس خبارك هادو اللي فيهم الشرطه هنا راه كانوا بيكونوا حمار الوحشي هما يبسخهم الله راه حنا الحميه اللي تابعينا اش الحمار ما بغاتش نشوفوا الحمار اش تلاقينا مع هاد الحمير هادو مولفينش بنادم لا تلاقينا حمير نيت اما تهلاو فيهم اصاحبي على اساس راه مليح حنا في راسنا زعما موقفنا باش قال لك الحمير بهاد الحمير لا خوت الله الا كنا زعما بينا نضربوا دورا في البحر بالحمير راه كاين حتى حمار دور فين الدراري؟ ها صحاب 96 ها البيكالا واش هانيه بعدا؟ الله يلا بخير كلشي بخير منين جيتو؟ من الرباط واش جيتو من الرباط بالبيكالا؟ اه بيكالا صحتكم بارك الله عليكم غادي ان شاء الله جديده ان شاء الله ياك فين هبطي باقي الجنوب؟ غادي تغازو الدار زياره سيدي تبارك الله عليكم الدراري صحتكم الله يحفظكم يلا شكرا بزاف يلا اللهم يسر لا كلشي والله لا عندك شويه ودي يلا سير على الله لا عندك
واه صحاب الرباط هما سمحوا لي سمحوا لينا الناس ديال الرباط ما عندهم لا اليمين لا اليسر. واش هو كاين شي بوزروك مليح 10 درهم يلاه طيب هذاك غير كل طيب بيو طيب والله لا طيب ها هو راك قدام قضاك صافي واش غارونتي غارونتي صافي ها الاخوان الا دزتو من الطريق ديال الصويره ياك بما حيت الطريق حيدو من الطريق الا دزت الاخوان من الطريق ديال الصويره وبانوا لكم هاد الناس هادو تخدموا عندهم راه هادشي فريكش باقي سخون شنو هما المدافع ديالو سخون هو سخون كيفاش سخون اه واش سخون تبارك الله ما فهمتش دابا انا راه عم كلخ يا الحمار سخون الزوجه الزوجه وقرصني عندك هو هذا انا كنوزه زين كلشي اللي كاين كلشي زوين مزيان وصلنا دابا لايتامر وبغينا نتغداو عرفتي فينا واحد الجوع اللي موت لك حلا ارا لانطري اللهم بارك يا سلام انتم الغديوه ديال ايتامر اجي واش هادشي طبيعي بيو يا خويا ويلي هاد الدجاج هذا انت اللي ذبحتيه لا لا ماشي انا ها هو علاش بيو كان بالضو الله يحفظك ليا ديجا راه دايرين مع الوالد راه يقدر غادي وي دار فريت وغادي نمشيو نديروا واحد لاكتيفيتي اللي زوينه بزاف اللي هي الكاياك في الواد ديال ايتامر ياك بارك الله عليك ديما الجيم اه سي عادل اه سي عادل اش كدير سي عادل خالد الغدا ما خلصتيش بدا نحكموا عليك تمشي لهذه الي ريتور كيفاش الي ريتور فوق الباد هذا ماره قلنا اللي خسر غادي يخلص الغدا حنا داك الغدا ما تخلصوش وي هذا راه دوروني ودوروني هذا والله الا دوروني هذيك ما تمشيش فيها السي محمد شوف 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 اش عندهم عندهم القنبه باش يلوحوه اييه اما باش طلعوا ما كاينش سير والله سير الله يعاون الله يحفظك اجيا الوالد هادو دابا راه بغاو يدوروني ثلاثه جي نضف الصفيله حمايدي هكاك ما ديرهاش انا اللي كيقول بابا انا معاه هكاك وما ديرهاش ما ديرهاش خلص الغداء بالفلوس بيدي خلص الغداء ونخلصوا حتى 10 الغداوات او ما كاينش او واش دابا درنا الغداء الغداء ما كاينش فلوس ولكن ضروري ما نجربها ودا الوالد او يا هو ها العرار جربها في البحر لا غادي نجربها هنا يا صاحبي يكون هاني صاحبي راه واقف ولا يا هو ما تخافش صاحبي راه شوف راه او تجيب غزو فيه نتوما الخدمه والله العظيم والله راه شوف راه دير بحال خالد صافي يكون هاني هادشي نتوما بغيتو فيه الخدمه والله العظيم قبع الله يوسعك ضربوا على المحل انت غير لي لاقيش رغيس طاسيو يكون هاني وقف وسير وصافي يلا سير يلا سير وقفنا معناش عسير عسير عاود عاود بعد اش دير مسح كاع هاد اللقطه هادي علاش هو تبارك الناس ولدو الناس انت ولدتي الاخرى هو سير انت ها تدخل انت تدخل انت لا لا انت قال لك خنبه باش كتهبطهم باش كتهجم لا ادفع بالجد ما تخافش على حسابي سير سير هادي زرداء 5 5 وخالد والله الا حشوان والله الا حشوان هذا قلت عادي وخلينا نتعلم تعطلت يا صاحبي بلا ما حيك يد عادي تما اللهم ما غير خصك الفيداس وخلي خصك دي الزبيداس بركة بركة عادي لا تيق عليك اي بيترو الله خليل اش منا والو بيترو الله وقف تما خالد وقف تما اه ما توقفش هيا خالد صافي بركه بركه هو كيصور اليو 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 جدف 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 شو مالي شو مالي يلا 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 ما تقدرونا صاحبي تقدروا يا تقدرونا اه سبع عبد الله صلبي يا سيدي شويه بشويه تجي تجي غير شويه طيحي 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 اقسم بالله الا كنصحكم تشريو اقسم بالله الا علاش كيربي واحد القضيه هادي شنو هي التوازن توازن توازن في الحياه توازن فوق الباض توازن مع الزوجه توازن ويا صاحبي علمني كيفاش علم التوازن هو الاخ حلا ولتي ميني عادل كاين عادل كبير ها هو وهو ميني عادل تبارك الله عليك الله يحفظك ليا يا الزود اخويا الله يحفظك ليا وما نساش عبد الله توا راه ضرب ليا شي بلونات بالضبط معلم ليا سبيسيال لا يمكن تحتي ثلاثه المرات هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا الخوت غادي نساليو لكم هنايا حنا باقي تبعنا الطريق الثاني مسوان الخوت شي تقريبا شي 34 كيلومتر و 34
20 كيلومتر اللي نضربوا دابا هي اللي صعيبه. راه نعلقوا خلي تفواحد ما كاين لا تحدي لا والو. ديك المره في طنجه طحنتي لي البيكالا دابا بغينا نلقى صاحبي طحنتي لي البيكالا كيفاش طحنتي عليها صاحبي الوليد. سمع سمع الوليد شنو هو اش كتعرف عليا الوليد ودي الكلاب داكشي اللي غادي تشوف ان شاء الله معايا في هاد التريب هذا عرفتي علاش؟ حيت داكشي اللي مشغوليه مازال ما رديت الطار عادي شحال خلصت فيها؟ 2000 درهم ابي بصح والله العظيم ثمن جوج طون ديال السيمانه عبد الله وعليك ربح الله يوسع الحمار غير رجع الطار وغنبين نرجعو ثاني وهذا الشيء ما تجيش. لا لا هذا الشيء ما شوف شوف خليه خليه والله اسيدي ما بقات فيه والله خليه خليه ونتفانى الحيدو ما تبقاش فيه وصافي الله يرضي عليك والله لا بقات فيها والدروالي وصافي حتى انت والله يرضي عليك ونعس الشيطان صافي لا ما يمكنش اصاحبي على حسابي على حسابي غادي شحال وانا كنخطط لهذا الشيء هذا بين يضربوا لي في الزيرو خوت شوفوا الفيديوهات الجايين عرفتي غيكونوا شي حاجه الهربه. السلام عليكم شوف دويت معاك. السلام عليكم المهم ما دوزش شو واك دير داكشي راه خان صافي والله راه لي زيكو ديالي تا هو هو والله يا شوف 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 هيا كيقلب واش يقول لك تغفل تبارك الله عليكم. وهو دابا رشاد طريق فين وبارطاجي ام سوان وبارطاجي احلى تحيه للدراري تبارك الله عليكم اه سخان الطلاله.